مشاهدي الاو تي في، صباح الخير. حلقة جديدة من حوار اليوم. ضيفنا بهذه الحلقة الصحافي الزميل توني بولوس. توني، صباح الخير واهلا وسهلا صباح فيك لأول الخير، مرة بالاو تي في، وان شاء الله بتكون فات على مرات مقبلة. يعني بشرفنا نكون عم نباركن، وهذا إشارة إنه الإعلام منفتح على الجميع ولكل الآراء. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من موضوع الساعة، اللي هو بطبيعة الحال موضوع الحكومة. في تكتم، كلنا عارفين يعني كصحفيين انه في تكتم اكثر يمكن من اي مره سابقه حول مسار التشكيل، وهذا التكتم ممكن يفسر باتجاهين، يا اما في كثير مطبات وبعد ما حدا عم يسترجي يطلع يعلن عنها، يا اما الامور مسهله والحكومه قريبه. اي راي من هالتنين بترجح؟ يعني أنا إذا لمتابعتي بالأمور عم شوف إن الأمور عم تتسارع، وإنه الحكومة صارت قريبة وليست ببعيدة، بناء على شو؟ بناء على معطيات التأليف والتفاوض والتقارب اللي عم بيصير بين كل الأطراف، والحديث اللي عم بيكون بين كل الأطراف، وما يرشح عنا اليوم. العقبات الأساسية كانت يعني عند الثنائي الشيعي، وعلى ما يبدو أن هناك تسليم أن تكون الحكومة أو يكون وزارة المال في يد الثنائي الشيعي، وحتى أنه متمسك بتسمية وزرائه، وحسب ما عم ببين أيضا أن هناك تمسك أيضا بحكيبة الصحة، وعلى ما يبدو أن كافة الفرقاء عم بيستسلموا قدام شروط حزب الله والثنائية الشيعية، وبالتالي الأمور طالما ما حدا عم بيعترض على مطالب الثنائي الشيعي، فإذا الأمور الأخرى تذلل. لو يعني الآخرين الحكومة مطالبهم طريقة مسهلة لأنه كل الناس عم تستسلم قدام مطالب الثنائي الشيعي. طبعا هذا الواضح، يعني اعتذار مصطفى أديب كان أنه وقف ورفض أنه يسلم للثنائي الشيعي، واليوم عودة الرئيس الحريري، وعلى ما يبدو أنه التوافق العام والجو الإيجابي الموجود بالتشكيل هو نتيجة الاستسلام لرغبة وإرادة الثنائي الشيعي، يلي من الواضح أنه فرض نفسه على الآخرين، ومن الواضح أنه التشكيل الحالي رح يكرس المثلث في لبنان. يعني هاي الحكومة اللي نحن شايفينها ما اجت ولا رح تكون، يعني حسب تطلعات الشارع اللبناني المنتفض، حتى الرأي العام اللبناني، انها حكومة اخصائيين، تكون حكومة يعني انقاذية بالمعنى اللي عم بيطلعوا فيه. من الواضح انه رح تكرس عرف جديد في الدستور، ليس فقط ان تكون وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي او الطائفة الشيعية، انما ستكرس المثلثة اللي هي نقيض للدستور اللبناني، وبالتالي نحن فتنا بتعديل دستور بالممارسة وليس بالتعديل حاليا. خلينا نفصل، قلت لنا كثير امور فوق بعضهم، هلا لنفصلهم بشكل خطوه خطوه. اول شيء موضوع الاستسلام لاراده حزب الله من قبل الكل. هلا امبارحه اكيد سمعنا النائب سامي الجميل عم بيذكر بخطاب السيد حسن نصر الله باوائل مسار تشكيل الحكومه الجديده، حتى من ايام الرئيس مصطفى اديب، قال انه لازم تكون حكومه محميه سياسيا، حكومه وحده وطنيه او ائتلاف وطني واسع. وصلنا لها، بهاي رح سلم معك. هلا وصلنا له، ما يعني ماشي موافق على يعني التوصيف، انه ما عدنا يعني بالتكنوقراط، صرنا عم نحكي حكومة سياسية هلا، بس عم حكومة يسموها سياسية. يعني اختصاصية. رجعنا ل 17 ايار 2000 17 تشرين 2019، يعني بعد كل هالثورة وهاد كل لا، الانتفاضة بس انا رجعنا عم سلم للمسار معك نفسه. انه بموضوع اللي انت سميته استسلام، انا رح اقول لك انه في مراعاة للي قاله السيد حسن نصر الله، هاي مسلم معك فيها، بس انا اللي ماني مسلم معك فيه هو انه يعني نجمل كل الافرقاء انه مستسلمين. يعني التيار الاساسي الذي يمثل السنة وليد جنبلاط وما يمثل على صعيد الدروز، التيار الوطني الحر، رئيس الجمهورية، كلهم مستسلمين لإرادة حزب الله، يعني من الواضح انه اليوم ولا انه هيدي الحياة السياسية هيك في توقفت كتل في الحكومات، توازنات؟ توقفت الحكومة قدام مطب اسمه وزارة المالية للحصة الشيعية، ولم تذلل ولم تسير هذه القافلة الا وقت شلنا هالعقبة اللي اسمها وزارة المال، قلنا لهم اوكي تفضلوا، يكون في عنا علي حسن خليل جديد بشعارات مغيرين بكذا، ولكن هذا الاسلوب، يعني في عنا وزاره المال بيد حركه امل وبموافقه من حزب الله، يعني هذه هي العقبه الاساسيه. العقبه الثانيه اللي كانت من يسمي الوزراء الشيعه، اليوم في تسليم انه حزب الله وحركه امل هم اللي بيسموا الوزراء الشيعه، وبالتالي كل العقبات الثانيه هي سنويه، وهذا الشيء رح ينعكس. يعني بما انه اسقط مبدا المداوره، هذا بيعني انه حقيبه وزاره الطاقه راح تكون من حصه التيار الوطني الحر، ونرجع للداخليه، او يمكن يكون في عنا تعديلات بسيطه، تعديلات داخليه عم مقابل ينحكى خارجيه بتبديل وغيرها، هلا بين الداخليه اوكي، والخارجيه. ولكن صارت محدوده. بس اليوم الاساس، اليوم في عنا حقيبتين اساسيه هن يعني عندهم طابع اشكالي بالبلد، يلي هي الماليه
يلي يعتبر او البعض بيعتبر انه بدل ما نروح على التدقيق الجنائي بمصرف لبنان، التدقيق الجنائي لازم يكون بوزاره الماليه، لانه الفساد او اي ليره لبنانيه خرجت من الخزانه اللبنانيه خرجت عبر وزاره الماليه. أوكي. التدقيق هنا حتى وعن وزاره الطاقه، وزاره الطاقه في شكوك كبيره حولها من كثير من اللبنانيين، وهي حقيبه اشكاليه اليوم. البعض بيعتبر انه هيدا الحقيبه ايضا كانت بيد فريق سياسي معين طوال 15 سنه المرأة، يجب ان يكون هناك تعديل فيها، لانه في شبهات وفي شكوك كثير حول. صح، وقصدك اللي عم يعرقل هالموضوع انه المداوره ما عم تكون شامله، وبالتالي كل طرف عم يصير يتمسك بيه. بدي اسالك سؤال من وجهه نظر الفريق الاخر، هلا اليوم بالموضوع الشيعي تحديدا، اليوم لو اجى 27 نائب سنه، لانه في 27 نائب سنه و27 نائب شيعي، انه ممثلي طائفه بامها وابوها، 27 نائب من الطائفة السنية، وقالوا نحن بدنا وزارة الشؤون الاجتماعية، فيك تقول لهم لا بالسياسة؟ يفترض انه لا، اليوم في عندي رئيس جمهورية، في عندي كلهم بدهم، لا اليوم مش بالبلطجة، يعني بالسياسة مش اليوم هينة. السياسة مش بلطجة، لا. مش انه والله بتفرض على الاخرين عرف معين، اليوم في وزارات ولا بلد بالعالم في عندنا حقوبة مكتوب او حقيبة باسم فريق سياسي معين او طائفة معينة، يعني هذا الشيء منه موجود، حتى الدستور اليوم نحن عم نتجاوز الدستور كثير، حكي عن شراكة اسلامية مسيحية، اليوم فتنا صنفناها حولناها لمذهبية، صرنا عم نحكي عن أعراف مذهبية وتوازنات مذهبية، نحن عم نغير الدستور، إذا ما غيرناه بالتعديل بالنصوص عم نغيره بالتنفيذ وبالممارسة، اليوم عم نحكي عن طرح الموضوع توني مش هي اللي أدت لهون؟ يعني مثل ما طرح الموضوع على أيام تكليف الرئيس مصطفى أديب، مثل ما طرحت إنه رؤساء الحكومات السابقين تجمعوا كلهم بدهم يتدخلوا بكل شيء، بدهم يركبوا كل الوزارات ويعينوا الأشخاص وبدنا مداورة وما بعرف شو، هذا الشيء استدعى ردة فعل اليوم في رئيس جمهورية بطريقة يعني هيك فيها تفاهم أكثر، تم التمهيد لها تما تبين استهداف لطائفة معينة. اليوم استاذ جاد بدك تفصل بين التجاذب السياسي وبين المؤسسات الدستورية، اليوم حق كل فريق طالب بالبدو إياه، ولكن مش اذا طالب بده اياه بيفرض على الاخرين بده اياه، اليوم في مؤسسات اليوم الحكومه وفق الدستور تشكل بالتفاهم والتنسيق بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، يعني جابوا سلاح من الجنوب طيب يفرض وزاره المال، هي عم اقول لك طيب. انا السياسه هيدا اسمه بلطجه، انا بسميها بلطجه سياسيه، اليوم اذا عندك سلاح عم تستقوي على الاخرين، وانا والله سلاح عم اقول اذا عندك بالسياسه 27 نايب كثير صعبه على الافرقاء الاخرين بالسياسه، عم بحكي لا بسلاح ولا باي شيء اخر، كثير صعبه تقول لهم لا. لا وقت بتكون انت طارح حكومه تكنوقراط او حكومه مستقلين او غيره، واليوم وقت كل القوى السياسيه بتتفق بين بعض انه نحن هالحكومه بدنا نسهل لها امرها تكون حكومه مستقلين، بيجي فريق واحد بيقول لك لا ما رح تمرق حكومة مستقلين وبيفرض عليك جو معين، هيدي ما يعني بطلت هون إطار السياسي، صارت خروج عن القانون، هلا الخروج عن القانون والدستور هذا صار مسلم فيه للأسف، صار الدستور بلبنان وجهة نظر كل فريق الأقوى بيجرب يفرض أعراف جديدة وأمر واقع جديد، هذا الأمر يلي عم نحكي عنه اليوم هي تأثير السلاح والجو الإقليمي بالعمل السياسي الداخلي، يعني إذا حزب الله شايف حاله ولا انتصر بسوريا وشايف حاله انه عنده سلاح بالداخل بده يجي يفرض اراده على الاخرين نتيجه هذا الانتصار الاقليمي وهذا السلاح الداخلي، هون صرنا قدام خروج عن دستور، صرنا عم نستخدم القوه في الداخل، هذا الشيء بيفتح المجال لاحقا بالمستقبل تتغير موازين القوى، يكون عندنا فريق داخلي لبناني يعتبر نفسه عنده قوه خارجيه يفرض هالقوه الداخليه بالداخل ونخلص، يعني صرنا عشائر في لبنان وليس الدوله، وين دور رئيس الجمهوريه؟ وين رئيس الحكومه؟ وين المجلس؟ كله فايت ببعضه، وين استقلالية القضاء؟ يعني كل سلطة بعكس ما يحكى عنه بالدستور، في عنا فصل، لا ما عنا فصل أبدا، في عنا تداخل، في عنا مؤسسات توافقية صار، يعني مثل عشائر، مجتمع عشائري بنجتمع بين بعضنا نتفق على شيء ونطلع بنتيجة معينة، أي عشيرة وبتفرض على الآخرين واقع معين. بس هي آخر شيء مش طبيعة نظامنا، يعني مجتمعنا اليوم قائم على مكونات، مظبوط، هالمكونات تتمثل بالحياة السياسية طبعاً. وبتشارك بالسلطة التنفيذية، يعني هذا هو السيستم هيك ماشي، إذا بدنا نعمل غير شيء بنكون بدنا نغير السيستم، خاصة وأنه خلال سنة من 17 تشرين الأول 2019 لليوم لم يقدم أي بديل، يعني صارت الناس عم تقبل أنه يا سياسيين رجعوا شكلوا هالحكومة مثل ما بدكم، بس خلصونا عملوا حكومة شيلونا من الجورة اللي نحن فيها، لأنه هوديك يلي قالوا سنة بيعملوا بيطلقوا شعارات وبيتظاهروا وبيطلعوا بينزلوا فوتونا بالحيط، هذه عم بحط لك إياها للمكتب. سلم معك أنه اليوم الثورة يعني صارت الناس حتى ما عندها مشكلة حتى يخلي وزارة المال الشعارات خلصونا. عندها مشكلة، اليوم أنا بسلم معك أنه الثورة ما نجحت تحط النقاط على الحروف وتطرح نفسها كمشروع بديل، فشلت بهذا الشيء وفي اسباب فشلها يعني هلا بنناقشها،
ولكن بالمقابل هذا مش بيعطي يعني يعني امكانيه للسلطه والاحزاب الحاكمه وترجع لما قبل 17 ايار وترجع على الحياه الطبيعيه ونرجع على المحاصصه 17 ايار 17 تشرين. اوعى تكون عم تشبه انطلاقا من السيشيل اللي صار اول امبارح يعني الثوار شيء يقول عن يتهموا بعضهم بالموضوع. هذا للاسف هذا جزء من فشل، هذا جزء يعني ثقافه التخوين عنا اياها بلبنان، هي ثقافه فعلا سيئه وهيدي عم توصلنا لكثير من الامور الخطا. يعني اليوم ما في حدا يعني مش ما يعني مش اذا انا ضد خيارك انا فاذا انا خائن. هيدي السياسه التخوينيه اللي كثير عنا اياها موجوده في الداخل، حق المعارضه وحق الاعتراض ممنوع وكل معترض هو خائن. اليوم الثوره فشلت لاسباب كثيره، اليوم بديش اقول فشلت ولكن ما قدرت وصلت لاهدافها، تعثرت لسبب انه ما قدرت تكون رؤيه. اليوم اذا اي طرف داخلي او خارجي بده يحكي مع الثوره مع مين بيحكي؟ ما قدرت اتفقت على عناوين عامة. هذا اللي قاله رئيس ماكرون لما اجى تماما، وهذا كمان حكى حتى الرئيس ميشيل عون حكى عنه بوقت سابق، يعني بالبدايات الثوره وقت حكى عن قائد للثوره يمكن كانت محقق الثوره ما فيها تكون عندها قياده بوقتها، ولكن بعد مرور سنه لم تستطع ان يعني تنظم نفسها بشكل او باخر او تطرح عناوين مشتركه، هذا الشيء بشير انه تعثرت الثوره وهي في اليوم تستلحق حالها وترجع تنظم امورها، ولكن بدها تطرد منها الجهات اللي اندست فيها. وهو وقت عم بحكي عن جهات اندست فيها اليوم في عنا، هن الجهات بالنسبه لك هن جهه معينه، بالنسبه لغيرك هن غير جهات. من الواضح اليوم وقت نزلت اليوم نزلت الثوره ضد الطبقه السياسيه، هناك من اراد تحويلها الى تظاهرات والى ثوره ضد الطبقه المصرفيه، هذا اللي تغير. اليوم الطبقه المصرفيه مش هي السبب، هي نتيجه. السبب الاساسي هو المنظومه السياسيه القائمه اللي كون طبقه او نظام مصرفي معين. اذا اليوم ضربت النظام المصرفي يجا يكون نظام مصرفي جديد باراده الطبقه السياسيه. كمان ارادوا انه يحولوها باتجاه سلاح حزب الله، هذا مش أراد اليوم يعني سلاح حزب يعني الله. ما بدنا نشوف بعين سلاح وحدة. حزب الله هو جزء من المشكلة اللبنانية. هو اليوم في عندك من يقول أن لم يعد حزب الله مقاومة ضد إسرائيل، هذا السلاح في لبنان هو سلاح إيراني، هذا السلاح له مفاعيل في السياسة الداخلية، وهي مش صحيح أنه السلاح لا يستخدم في الداخل لأنه مفاعيل هذا السلاح يستخدم في الداخل. اليوم نتائج اللي عم نشوفها فرض إملاءات على السلطة السياسية هي نتيجة هذا السلاح. اليوم ضعف مكانة رئاسة الجمهورية وعدم تمكنها من فرض يعني صلاحياتها بالشكل المناسب بتشكيل الحكومات أقله هو نتيجة هذا السلاح. هذا بسبب سلاح أو هذا بسبب اتفاق الطائف والصلاحيات؟ اتفاق الطائف موجود اليوم، رئيس الجمهورية عنده صلاحيات واسعة. بس لا عم يفرض الحكومة، كيف بده يفرض؟ مش يفرض حكومة، اليوم الحكومة تشكل إيه الدستور كيف؟ بالتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. اليوم رئيس الجمهورية عنده التوقيع طبعا وعنده التوقيع النهائي عليها، لا يمكن تصل الحكومة إلى مجلس النيابة بدون توقيع رئيس جمهورية. طيب اليوم رئيس جمهورية هل قادر يقوم هذا الشيء يشكل حكومة بالتنسيق مع رئيس الحكومة؟ لا مش قادر. لا لأنه عم تفرض الحكومات قبل ويتم. لا ما هي لقلك شو هي، في ثلاث عناصر يعني أنجع بيقدر يفتر خصده. مادة 53 أنه الرئيس هو بالاتفاق مع رئيس الحكومة بيصدر مرسوم تشكيل الحكومة، بس كمان هاي الحكومة خلال 30 يوم بدها تتقدم بيان الوزاري وتاخذ ثقة، يعني إجباري تؤمن الثقة من خلال التشاور مع الكتل انه انت تكون راضي على الحكومه كده، ولكن مش فرض يعني اليوم يعني ولا نص نايب. انا عم بسالك يعني انه ما بيسال 27 نايب انه شو بدكم بالحكومه، بيسال الكل هو بيسال الكل الحكومة. ولكن المواصفات الاساسيه للحكومه بحط رئيس الجمهوريه مع رئيس الحكومه، بيقول نحن بدنا هذا النمط من الحكومات، بدنا نعمل مداوره. طيب ما في نعمل مداوره ما عدا على حقيبه او حقيبتين، ما مش مزبوطه، ما بالشكل في شيء غلط. بالشكل عم نشوف انه انتقلنا من مناصفه لمثالثه. اليوم هذا يعني هذا يعني هذا الدستور تطبيقه بهالشكل اليوم عم بحط مكون كبير جدا في لبنان واساسي هو مكون رئيسي اللي هو المسيحيين، عم بحطه بمطرح يلي هو الاضعف صار بالحكم، عم بحول المسيحيين الى على المدى البعيد الى اهل ذمه في لبنان. هل هذا الشيء نحن عم نوصل له؟ لا. اذا نحن شايفين بلبنان يعني هالتنامي المتصاعد اليوم انتقلنا من مناصفه لمثالثه، يعني ما بدناش نحكي الحقائق بعد. حتى ولو كان في هناك مطلب او محاوله لفرض هذا الموضوع رح سلم معك، ولكن ما نحن ما انتقلنا اليوم بعد. اليوم الاراده تجاوز الكل بسطور. رافضين الكل رافضين بالتعديل النصوص، ولكن بالواقع لا. يعني انا بقول لك بصراحه لا،
بالواقع اليوم في عنا تجاوز لهالأمور، في عنا فرض بالقوة، فريق سياسي عم يفرض نفسه أكثر من اللزوم، هو عم يعني بيكون عائق قدام صلاحية رئيس الجمهورية وباقي المؤسسات، وعم بيكون يعني شريك بال. بس توني ليش عم تقول رئيس الجمهورية؟ ما بالآخر هو الرئيس الحريري هو اللي سلم لهم قبل بموضوع وزارة المال، مش رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كان عم بيقول أنا ما عم بجي أحمل هالنقطة بس لرئيس الجمهورية أو لفريق الوطن الحر، إنه كل الأفرقاء السياسيين مش سلموا، انت عم تقول سلموا، انا عم بقول عم بيراعوا الوضع السياسي المعين، بس لان قلت لي رئيس الجمهوريه عم اقول لك ما هو الرئيس الحريري هو اللي تنازل تماما المداوره، مش الرئيس الحريري اللي تنازل والقوى السياسيه كلها تنازلت، يعني المشاركين اليوم حتى اليوم كل الاحزاب المشاركه اللي قبلت بهذا الواقع هي شريكه بالتنازل، تقبلت بهذا الموضوع يلي هو اليوم انت فرضت بلحظة تاريخية معينة حساسة، شكلت حكومة وفق يعني توازنات معينة لن تتغير على المدى البعيد، اليوم بيعتبر حاله الثنائي الشيعي دخل بهالشكل الى هالحكومة، فاذا هذا صار عرف مكرس لن تستطيع ان تنتزع منه بوقت لاحق. هيدي هي النقطة اللي انا عم بقولها. توني له شرطين، يعني له اول شيء التكرار انه بده يكون تكرر على وقت طويل بشكل مستمر مش تماما بشكل متقطع، وثاني شيء بده يكون ما حدا اعترض، يعني كيف هلا اليوم ما حدا عم بيقول ما بدي رئيس جمهوريه ماروني ورئيس حكومه سنه ورئيس مجلس نواب شيعي، لازم الكل يقولوا ما يعني بدنا وزير المال يبقى شيعي، بس ما حدا عم بيقول بدنا اياه يبقى شيعي الا الشيعه، الا الثنائي الشيعي. طيب والبين سلموا معه يعني مشيت خلص يعني سلموا قالوا هيدي يمكن تسويه سياسيه طيب مرحليه لانه يعني هلا مش قادرين. ان شاء الله اكون مخطئ، ان شاء الله اكون مخطئ. لا تنوصف انا برايي يعني. انا برايي الشخصي لا، اليوم الثنائي الشيعي يتسلم وزاره المال باقي معه الى الابد لا تصير الأبدين. بالنسبه له باقي معه لابد الابدين، ما راح تاخذها مثل بعض المواقع يلي اخذوها كمان بالسلطه، يعني خذ مدير عام الامن العام وغيره من المواقع. بس هذا صار تبديل، هلا انا ماني بموقع المبرر، يمكن انا اكون بوافقك بكثير من هالامور اللي عم تطرحها، بس عم تطرح الراي الثاني بس انه وقتها صار تبديل بين الامن العام وامن الدوله تماما، يعني كمان موضوع الاجهزه الامنيه تكون كل جهاز تابع لطائفه، هذا يعني خروج عن الدستور وعن الاهداف. اليوم الاجهزه الامنيه وكل يعني في عندنا المؤسسات الدوله ما عم نحترمها، هي مؤسسات وطنيه لكل الطوائف لكل الناس، مش كل جهاز تابع لطائفه وبيحمي طائفه او غيرها، مش كل حقيبه بتكون يعني اذا ما نوصل للقد بس على بتفتح لك باب انه يطلع بكره حدا يمكن يقول لك ليش قائد الجيش بده يكون مروني دائما مثلا؟ لا نحن وفق الاعراف الحاليه هيك، بس عم ليش نحكي نعرفه هديك مش عارف لا حاليا هيك حاليا هيك قائم الوضع، ما احنا عم نجي هلا حاليا عم نجي نطرح على الأمن تغيير، عم اقول لك ما ممكن يطلعوا مش عم بطل، بس انا عم بجي اقول انه مثل ما تغيرت هالموقع هلا وزاره المال حتتغير وحتصير هيك رح يثبتوها يعني رح تثبت بهذا الشكل، رح تثبت بهالشكل، وشو بيمنع لاحقا بوضع اقليمي معين السنه تصير وزاره الداخليه هي موقع سني خلص وهذا موقع سني، بس هون ما بكون مطروح موضوع التوقيع الثالث لانه في رئاسة الحكومه هي توقيع قد البقوه، يعني رئيس حكومه بس يستقيل بتطير الحكومه كلها بتطير الحكومه، بس انه هيدا هي النقطه اللي انا حبيت ركز عليها بموضوع وزاره المال، انا شايفها ابعد من قصه حكومه وقصه حقيبه، هي مرتبطه بتعديل بالممارسه لطبيعه النظام السياسي في لبنان. طيب ليش الرئيس الحريري تحديدا دائما لان بهذا الموضوع وبغيره دائما بيعلي السقف بيعلي السقف بيعلي السقف وبيرجع فجاه بيعمل تنازل او مثل ما هو بيسميها تضحيه، وهالتضحيه بتفاجئ اول شيء المقربين له قبل ما تفاجئ الخصوم، لا يمكن صاروا الخصوم بيتوقعوا انه رح يعملها، بس المقربين له صاروا يعني هلا صار عم يلحقوا شو بدهم يبرروا. هلا الكل صار بيعرف انه الرئيس الحريري بيصعد اخر شيء بده يرجع يتنازل، لانه الرئيس الحريري بسميها تضحيه، هو ضعف او حرص؟ ضعف، هو ضعف مش حرص على المصلحة الوطنية، لا هو انه انا اذا ما عملت هيك شو بصير؟ اليوم التبرير هو مصلحة وطنية، اليوم التبرير هو مصلحة وطنية، ليش بدنا نهدد بالحرب؟ ليش بدنا نروح على الحرب؟ اليوم ليش بدنا نكون اذا فتنة سنية شيعية وتداعيات يعني انا برايي هي نتيجة ضعف مش نتيجة لا حرص ولا نتيجة. في موازين قوى معينة، فريق بيعتبر حاله هو الاقوى والفريق الثاني هو اصلا مسلم انه هو الاضعف وهو الرئيس الحريري اللي عم بيتنازل بكثير المطارح، هذا التنازل هلا اوكي بيقول عنه هو نتيجه يعني تنازلات وطنيه وغيرها، ما بخفي انه اليوم في عندنا فريق سياسي بلبنان منه الرئيس الحريري دائما بيقول شغله انه انا نحن ام الصبي ونحن بدنا نحافظ على الدوله شو ما كان، ولكن كثره هالتنازلات عم بتخلي الامور تكون لمطرح ثاني مش عم تكون بمصلحه الوطنيه، وان كانت نيته يمكن بهذا الاتجاه. بس شو البديل لو ما بيعمل هيك الرئيس الحريري؟ اذا مش حرب شو البديل؟ نقعد بلا حكومه. مش حرب، اليوم انت الطرف الاخر تعود على الابتزاز، انه بعطل لاخذ البديه، وبعرف انه طريق الفريق الثاني اخر شيء حريص على الدوله وبده يرجع يتنازل. طيب انا هاللعبه الابتزاز صار لي عم بعملها كذا سنه، عم بعملها من 2011
ماشي فيها. أول شيء تم إسقاط حكومة الحريري من يعني بإسقاط سلسلة حكومي بوقتها، من الرابية. ودخلنا بموضوع حتى لو على الأو تي في، لا لا من الرابية طبيعة معروفة. فهذا التنازل بلش من هذيك المرحلة. قبلها كانوا نزلوا قعدوا، قعد حزب الله بوسط بيروت قدام الحكومة، حكومة السنيورة، وقعدت باقي تظاهرات وشل البلد لحتى أخذ تنازلات معينة. وقت الحكومة أخذت قرارات ضده بال 2005 اعتبرها أنه بتأذي، كمان استخدم القوة في لبنان واحتل بيروت بال 2008. طيب هيدي كلها وصلت لمطرح انه صار شايف فريق اخر، انه انا اذا ما بتنازل اخر شيء هذا الفريق ما عنده مشكله يدمر لبنان، يشل البلد، مثل ما صار بانتخابات رئاسه الجمهوريه يلي انشل البلد سنتين ونص، توقف المجلس النيابي سنتين ونص لحتى انتخبنا رئيس يتناسب مع سياسه حزب الله. هلا هي يتناسب مع سياسه حزب الله، اوكي، بس في شيء ثاني كمان، انه رئيس يكون يعني مش جاي بقرار من غير المسيحيين كمان، لأن طبعا دائما لانه عنده فيها شقين القضية. كان فيها تسويه، وكان في عندنا تسويه 2016 تسويه رئاسيه، ولكن هذه التسويه الرئاسيه بعد مرور اليوم نحن امام الذكرى الرابعه لهذه التسويه. نعم. اليوم هالتسويه سقطت، اليوم هالتسويه لم تنجح لكثير اسباب. هالتسويه اليوم بس فيني بدي اسالك عن التسويه، بس قبل، لان كان بدي اعقب على شيء قلته قبل، يعني نحن مسلمين انه الثنائي الشيعي وما يمثل هن اليوم الطرف الاقوى سياسيا على الارض اذا قورنوا بالرئيس الحريري. طيب الفريق المقابل، يعني الرئيس الحريري، القوات اللبنانيه، الحزب الاشتراكي، الكتائب، كل يعني فريق 14 اذار السابق، مين يعني مين شو بيقولوا ضربوا على ايده تا يفرط بهالطريقه، وصار كل واحد بيغني موال على ذوقه، وليه ما عم يقدروا يرجعوا يجتمعوا؟ في طرف خارجي ما عم يجمعهم بقى، او هن اصلا مش قابلين بقى للجمع، شو القصه؟ هن في تناقضات داخليه بين بعضهم يعني، وحتى بس كل واحد عنده التسوية يعني ما عنده ايه، كل واحد عنده حساباته. يعني انا ببلش لك بالقوات اللبنانيه، القوات اللبنانيه عندها حساباتها، عندها حسابات رئاسيه كمان، ربما هذا الشيء بشكل تناقض مع الباقيين يلي ما بيعتبروا بيوافقوا على الراي انه والله دكتور سمير جعجع قد يكون مناسب لانتخابه رئيس للجمهوريه. في عندنا تيار المستقبل يلي عنده كمان توجه تسوي دائم، وبيعتبر التواصل مع الاخرين ومحاوله يعني التنازل يعني من خلال عمليه التنازل كتسويات هي خيار. حزب التقدم الاشتراكي عنده اعتباراته، وهو يمكن يعني اللي مريحه انه لا في عنده حسابات رئاسيه ولا رئاسه حكومه، اعطيته هالهامش من التحرك. حسابات وزاره الصحه مثل ما قلت لي بالاول، قلت لي انت عن الثنائي، بس هو اللي عم يطالب بوزاره الصحه عم بيطالب. بس اليوم الحزب التقدم الاشتراكي منه عسره، اليوم اذا شاف انه ما في توافق او ما في امكانيه يتولى وزاره الصحه ما عنده مشكله، مش حيوقف البلد كرمال حقيبه، وهذا الشيء تجرب بوقت سابق. التقدم الاشتراكي عم بيطرح مشروع، عم بيطرح مشاركته بهالحكومه هالمره مع قاعده انه الحصه تكون وازنه للطائفه الدرزيه، ما تكون طائفه مهمشه، بس ما يعني لا اكثر واقل مش متمسك ولا عم بيشكل حاجز يعني عقبه قدام اي شيء. وشفنا حتى بالحكومات السابقه رئيس الحزب وليد جملاط تنازل عن كثير امور، يعني عن ما يعتبره كان طالب بثلاث وزارات بوقتها والحكومه رئيس الحريري السابقه، ولكن وقت وصل لمطرح انه هو العقبه الاخيره تنازل، فما عم بيكون عقبه. اليوم العقبه يعني برجع لك للبدايه الاساسيه، واللي ما بيتنازل ولا مره تنازل هو حزب الله. تسويه اليوم اذا كان يعني الاقوى تمثيلا بين المسيحيين مثل ما كان الوضع بال 2016، ورجع الأقوى تمثيلا بين السنة رئيس حكومة، والأقوى بين المسيحيين رئيس للجمهورية، وبعده رئيس مجلس النواب هو الأقوى بين الشيعة، شو بيكون، شو اللي بيكون سقط بالتسوية الرئاسية؟ التسوية الرئاسية شو هي؟ مش التسوية الرئاسية هي انه سد الثغرة بموضوع رئاسة الجمهورية يلي هي كان دائما عم يجي الأضعف صار عم يجي الأقوى؟ في هلا الرئيس ميشيل عون وبعدين غيره يمكن بده يجي. وين اين فشلت؟ فشلت التسوية الرئاسية اولا على المستوى المسيحي، يعني المسيحيين يمكن استبشروا خيرا بهالتسوية على مستوى يعني التفاهم مع الرب، انه القوى الاساسية توحد يعني ازالت زيول الحرب الاهلية اللبنانية وعملت صفحة جديدة. أوكي. لا تبين لاحقا انه هيدي التسوية على المستوى المسيحي لم تنجح. أوكي. على المستوى الوطني ايضا شفنا انه الخلافات يعني هي تقشت التسوية بالتوافق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل أيضا تعرضت لنكسة. شفنا كمان علاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل كمان بتجاذب ومد وجذب. حركة أمل ما كانوا جزء من التسوية. أوكي، بس من حد ما انتخب، ما انتخب، بس كان في من تحت يعني وراء الكواليس نوع من التفاهم على وصول رئيس عون
لرئيس الجمهورية، فهي كلها ما نجحت. واليوم مفاعيل الاقتصادية أو الانهيار الاقتصادي اليوم هو نتيجة هل يعني فشل التسوية، لأنه جزء من التسوية كان يعني إنقاذ البلد اقتصاديا وإخراج لبنان من المأزق السياسي. اليوم نحن شفنا لبنان صار باتا بعزلة كامة، عزلة على المستوى العربي وعزلة على المستوى الدولي. طيب التسوية الرئاسية كانت يفرض، بس هل حق التسوية الرئاسية؟ واليوم أنت جيت بباكتش كامل، انت بلش نحط على موضوع العقوبات. لا خليني بلش لك استاذ جاد. انا اول خطاب للرئيس عون كان خطاب سياده بامتياز من مجلس النيابي، تحدث فيه عن القرارات الدوليه وتطبيق القرارات الدوليه. من بعده كان في خطاب اخر قدام قصر الشعب تحدث فيه عن نفس الامور، يعني الناس عطيت انه لبنان حينفتح دوليا ما راح يكون بمواجهه المجتمع الدولي. ثاني شيء ونقطه اساسيه كمان، بلش زياره الرئيس عون بالسعوديه، يعني هيدا دليل كانت على انفتاح عربي، على امكانيات تعاون ودعم عربي للاقتصاد اللبناني لانقاذه. بعد هالخطوات الثلاثه اللي كثير مهمين كانوا، بلش مسار مختلف كليا، بلشنا نشوف سطوه حزب الله، بلشنا نشوف هامش الفصل بين حزب الله والسلطات في لبنان عم بيروح تدريجيا لدرجه انه بلش. لحظه، انت عم تقول انه الرئيس عون اول زياره راح الى المملكه العربيه السعوديه، والرئيس عون لحد هلا بعهده لا راح على سوريا ولا راح على ايران، صح او لا؟ بالزيارة لا، بس ولكن بالواقع لبنان صار تحت القبضة الإيرانية. بس راح على السعودية من مال، وخطف الرئيس الحريري من تاني مال بعد يعني سنة تقريبا. ليش بدك تشوف دايما انه العزلة سببها منطلق لبناني او التسوية الرئاسية؟ العزلة هي ردة فعل البعض على التسوية الرئاسية. العزلة صح، هيدي غير موضوع العقوبات. العزلة هي نتيجة مسار سياسي معين. الدول العربية ما عندها مشكلة مع لبنان، الا المشكله الوحيده معتبره انه في حزب الله يلي هو موجود باليمن عم بيقصف على السعوديه، وتر الوضع بالبحرين، عمل خليه العبدلي بالكويت، يشارك بعدم استقرار المنطقه وله ادوار اقليميه انطلاقا من دوره الايراني، موجود في لبنان وبالوقت ذاته يهيمن على السلطه في لبنان. بيطلع سيد حسن بيحكي بيهاجم المملكه العربيه السعوديه، بيهاجم الخليج بنبره عاليه وبيتهمهم بالتامر بس هل العهد وهل التيار الوطني الحربي تبنوا هالكلام؟ اول شيء انا بدي الكلام واضح، انا بدي مش مع سلسله العهد. اليوم بدي الحكومه اللبنانية والسلطات اللبنانية لا ليس لديها موقف من هذا التهجم، ليس لديها. يعني اليوم انت طرأت لموضوع إشكالية الحريري بالسعودية، رجع الرئيس الحريري من السعودية على الحكومة وعاد عن استقالته، شو كان الشرط الأساسي؟ أول اجتماع الحكومة طلعت بمبدأ النائي عن النفس. طيب وين صار مبدأ النائي عن النفس؟ ما في نائي عن النفس. حزب الله لم يترك الحكومة اللبنانية تنقع بنفسها عن الصراعات الإقليمية. حزب الله أخذ لبنان بمحور، يعني اليوم بالسياسة على المستوى الإقليمي لبنان موجود ضمن محور معين، هذا المحور معادل للمنظومة العربية. خليني أطلع بالمنطقة ككل، في عنا 4 مشاريع إقليمية موجودة، في عنا اليوم المشروع الإيراني يتوسع في المنطقة، عنا المشروع التركي القطري، عنا المشروع الإسرائيلي يلي اليوم عم بيزيد توسعا بعد التطبيع اللي عم بيصير، وعنا المشروع العربي يلي نحن أصلا دستوريا موجودين فيه ضمن جامعة الدول العربية. للأسف المشروع العربي هو الأضعف نتيجة للعوامل الإقليمية كثيرة وللعوامل ذاتية، يعني ضعف جامعة الدول العربية، ولكن نحن اليوم كلبنان موجودين ضمن محور معين هو سيد القرار في لبنان. طيب هذا الشيء، هذا تواضعك الاقليم بهذا المكان حتم عليك مواجهه مع الاخرين، حتم عليك مواجهه مع الدول العربيه يلي هي تتعرض لهجوم من المحور الايراني، وحتم عليك مواجهه دوليه مع الولايات المتحده الامريكيه، مع الاتحاد الاوروبي وغيرها يلي بيعتبر هذه المنظومه الايرانيه هي مجموعه مارقه لا يمكن التعاون معها. وحتى لبنان يلي هو غير نمط ثقافي وكدور في المنطقة عن سوريا والعراق وإيران، حطوا بموقع آخر وخطفوا ضمن هذا المحور. فصارت السلطات في لبنان من رئيس الجمهورية للحكومة للمجلس مشلولة بشكل كامل. وما عزز هذا الأمر أنه المجلس النيابي الأكثرية النيابية صارت بيد هذا المحور، وطلع على الملأ قاسم سليماني قال أنا في لبنان بالانتخابات الماضية صار عندنا 73 نائب. طيب هذا الخطاب اللي حكيه قاسم سليماني هذا سمعه الخليجي وسمعه العربي وسمعه الاوروبي والامريكي، يعني سمع علينا الخليجي والعربي والاوروبي والامريكي. لحظه، يعني لازم نحن نقتلع
تلت او ما بعرف اكثر من الشعب اللبناني ونقول لهم خلص انتم بنن فيكم ليش على بلد اخر. لا هن مواطنين، هي انا عم انطلق، انت دائما عم تنطلق هن مواطنين لبنانيين من الخارج الى الداخل، انا عم انطلق من الداخل الى الخارج، يعني الشيعة في لبنان مواطنين لبنانيين طبعا انتخبوا بالانتخابات النيابيه، اخذوا اكبر يمكن كميه من الاصوات كبلوك واحد، طبيعي ديمقراطيه، واخذوا 27 نايب من 27 من الطائف الشيعيه. شو فينا نعمل للمملكة العربية السعودية أو للخليج أو لأي دولة معتقدة أو للولايات المتحدة؟ اليوم ما عم نطلب، يعني اليوم إذا احترامنا لكل الدول، إذا إجا مثلا تنقول طيار مستقبل أو أي قوة مثلا بتأيد المملكة العربية السعودية أخذ أكثرية في لبنان، يعني نحن نصير بالمحور السعودي؟ مش هالمطلوب. لا أنا مش عم بالمحور، بس أنا عم بالديمقراطية، بالديمقراطية بالديمقراطية كل فريق سياسي عنده توجه حرفي، بس شرط يكون ضمن إطار الوطني وياخذ الحجم الديمقراطي اللي بيعطيه الشعب اللي بيناسبه. ما حدا عنده هذا الاعتراض. اليوم الاعتراض تأخذ لبنان إلى محور إقليمي معين وفق إرادتك السياسية تتحول في لبنان كأداة لتحويل لبنان لمنظومة أخرى. شو الحل إذا بدنا نضغط باتجاه أنه ما يصير هذا الشيء أو باتجاه تحقيق الحياد؟ هل الطريق تمرق عبر إضعاف الدولة اللبنانية أو تقويتها؟ بالعكس، تقوية الدولة يعني اللبنانية. لما دول الخليج والولايات المتحدة والكرة الأرضية كلها بتقاطع الدولة اللبنانية وبتحطها بحالة عزلة وبتهاجم المسؤولين اللبنانيين وبتعمل كل اللي نعمل خلال أقله سنة من سنة لهلا، هذا الشيء أو حزب الله أو ضعفه. أنا عم بمشي من منطلق اللي أنت عم تحكيه إنه حزب الله يأخذ لبنان إلى مكان ما حدا بده إياه. طب طريقة التعاطي مع الموضوع فادته أو ضعفته؟ هون السؤال. في وجهة، في عدة مقاربات لهالموضوع. البعض بيعتبر إنه هذا الموضوع يعني كشفته أقله، كشفته بمشروعه، كشفته بسيطرته على لبنان، وشو بده من السيطره وشو بده من الاكثريه النيابيه وشو بده من حلفائه، وبيعتبر انه هذا الشيء ضعف واضعاف لبنان هي بالنتيجه سيرتاد سلبا على حزب الله. هيدي وجهه نظر قائمه. وجهه نظر ثانيه بتقول انه لا، على السياسه الخارجيه تجاه لبنان هي خاطئه، يجب تقويه الدوله، تقويه نفوذ الجيش، تقويه المؤسسات، هذا الشيء اللي بيضعف حزب الله. في هالوجهتين نظر الموجودين. انا شخصيا مع منطق تقويه الدوله، انا مع تقويه الجيش اللبناني، تقويه المؤسسات، ولكن اليوم كيف بدك تقوي المؤسسات وعم بتشوف حزب الله عم بينخر فيها، عم فوت عليها، عم نشوف بالتعيينات والتوظيفات، عم نشوف بالمجالس الموجوده اللي صارت مجالس. هلا بس حزب الله عم يفوت بالتعيينات والتوظيفات؟ لا كلهم سوا، بس اليوم انت بس تتحالف منظومتي السلاح والفساد بينتج عنا ضعف الدوله وانهيار الدوله. اليوم مثل ما المسار نحن ماشيين فيه هو هيمنه متتاليه لا حزب الله على لبنان، هذا الشيء بده يحولنا على المدى البعيد ضمن مشروع حزب الله لولايه فقيه. هو الرئيس عون حذر من هذا الشيء سابقا، قال انه يعني كان يتوجس من دور ولايه الفقيه والمشروع الايراني في لبنان. لا تغيرت الامور بالسياسه غير موضوع، بس عم تحكي قبل التفاهم بال 2006 في مواقف كثيره اصلا من حزب الله كانوا يعتبروا التيار الوطني الحر الاسرائيلي. يعني هلا بنحكي اذا تغيرت مواقف يا حزب الله، غير عقيدته مثلا؟ لا مش هيك عم اقول، بس عم اقول انا باي مصلحه سياسيه تقتضي على سطح الكره الارضيه بيجي طرفين كل واحد من مطرح وبيقربوا على نقطه مشتركه، يعني بالسياسه. والتيار الوطني الحر وقتها اجى من بعد التحالف الرباعي اللي كان كل لبنان يعني عم يعمل اتفاق مع حزب الله، وكان التيار الوطني الحر لحاله برا، مش هيك؟ مزبوط. والتحالف الرباعي وقت اللي صار هو كان طعنه لثوره 14 اذار، وهو اللي اوصل يعني اليوم عم ندفع نتائج هذا الموضوع. نعم. طيب بس بموضوع السلاح بدي اسالك، يعني هلا اوكي في نقد موجود وعبرت عنه بكل وضوح، طيب ليه بعدكم لهلا مش قادرين تشوفوا مثلا بعض الايجابيات اللي حققها وجود هذا السلاح؟ اكيد مش عم بحكي بالمواضيع الداخليه، مثلا بموضوع الموضوع الاسرائيلي. يعني اليوم عم نشوف بكرة في جلسة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود، لو لم يكن لبنان عنده هذا السلاح وفق منطق حزب الله أنه هيدي قوة ردع وهيدي يعني قوة للبنان إضافية، هل كان كل العالم رح يهتم فينا ورح يجي ينظم لنا هيدي المفاوضات ورح يعطينا فرصة أنه نستخرج غازنا ونفطنا من هيدي النقطة اللي هي على الحدود مع العدو الإسرائيلي؟ برأيي هذا الشيء طبيعي بيصير. شو هو؟ بالعكس، لو كانت الدولة اللبنانية أقوى كان صار من قبل، وكان صار بطريقة لمصلحة لبنان، لأنه لبنان يتمتع بتعاطف عربي ودعم خارجي، وما حدا يعني المجتمع العربي والدولي ما بده حقوق لبنان لا البحرية ولا البرية تهدر. بس التعاطف العربي والخارجي بالعكس حيكون إلى دعم. اليوم الظروف مختلفة اليوم. ليش؟ اليوم كل يعني اليوم واقع سياسي مختلف، حتى الحروب يعني تغير مفهومها وتغير كل شيء. اليوم نحن قدام واقع إقليمي ودولي آخر تماما. اليوم السلاح شو له أهمية؟ طيب انت لا فيك تعمل حرب على اسرائيل، شو فايده السلاح؟ هالسلاح تدريجيا حيتحول لخرده، صحيح حديد. شو هالصواريخ اللي عم بخبرنا عنها حزب الله اللي بيملكها العابره القارات وبرق ورعد وما اعرف شو، بالاخر لوين؟
شو حتوصل؟ بدي والصواريخ والدبابات والمللات والطيارات اللي عندها اياها اسرائيل، هديك اخر عم شيء نحكي شو؟ ليش ما عن بتقول نفس دول. انا الشيء؟ اليوم هيدي المنظومه الصاروخيه اللي عنده يا حزب الله، اذا وضعت بتصرف الجيش اللبناني تعطي قوه اكبر للبنان. اليوم اذا عم نشكي نحن كجيش لبناني او كدوله لبنانيه انه العالم ما عم بيبيعنا سلاح متطور تنعمل تفوق او تنعمل توازن قوى بالمنطقه، طيب اذا هذا السلاح اللي عنده يا حزب الله اجى حطه ضمن استراتيجيه دفاعيه ضمن القرار الرسمي اللبناني، لا ما بيعطي قوه اكثر للدوله وللجيش اللبناني وبيعطي شرعيه اكثر وبيخفف عنا الضغوطات الخارجيه؟ بطبيعه الحال نعم. مين ضد استراتيجية دفاعية اليوم لبنان؟ اليوم حزب الله ضده، فيك تحكي معه تقول له لا، لحد مين ضد طرحها؟ يعني يفترض نحن سمعنا الرئيس عم ينتخب رئيس جمهوريه هو كان بوارد انه يطرحه حتى من الاولويات المطروحه، ولكن رجعنا سمعنا خطاب اخر انه الجيش عاجز، الجيش لا يستطيع ان مش عاجز، هو انه الجيش بموضوع مكمل لدور يعني انه الجيش المقاومه عنده طيارات اف 16، ما عنده، وطيب حزب الله ما عنده. اليوم انا اللي عم لا بقوله عنده صواريخ بيقدر يعمل ما هذا عم بقوله، هالصواريخ اللي عنده توازن اياها معين. هيدي الصواريخ الكاسره بدل ما تكون بس انا بمرمى. قصدي بسؤال، مين ضد استراتيجيه دفاعيه؟ ما اخر شيء انت لما بدك تلزم طرف او بدك تحكي مع طرف انه تعال تحاور معنا، بدك كل المعترضين يجوا يقولوا له مين تعال المعترض؟ ليش تنقعد مين على المعترض؟ موضوع السلاح. تيار لحظه، المستقبل ولا ايه الاشتراكي تيار ولا القوات؟ المستقبل معترض على هلا السلاح اليوم ليه الرئيس الحريري بيقول لهم انا اخر شيء انتم حتى غير موضوع السلاح، في قرار صدر عن المحكمه الدوليه وجه اتهامات معروف شو هي، وفي موضوع السلاح وفي وفي وفي، انا ما بقبل اقعد معكم بذات الحكومه غير ما نحل كل هاي الامور. بس هو شو عم بيصير بالاخر؟ عم يجي تيار المستقبل يعمل تسويات، عم بيصيروا لا المسيحيين بدهم يحطوا حالهم بالواجهه. تماما، هذه هي الاشكاليه اللي انا عم بحكي عنها، هذا اللي عم بقوله انه اليوم فلما المسيحيين يجربوا يحيدوا حالهم شوي بيصيروا هن خونه. بس هيدي المسيحيين، الدوامه اللي عم نمرق فيها. للاسف ما كانوا عنده يعني ما كانوا قصه بعيدا عن منطقه التخوين، المسيحيين كانوا ملحقين جزء بالفريق الشيعي وجزء اخر الفريق السني، عم بحكي بعد انقسام 2005، واستمرت هذا الموضوع لما كان عندهم كيانيه مستقله او موقف موحد، وهذا الشيء اضعفهم. اليوم طيب الفريقين ليه بدنا المسيح نجلد ذاتنا بهالطريقه؟ انا ما بدي احكيك عن التيار الوطني الحر، خليني ابلش بالقوات اليوم اللبنانيه. هاي القوات اليوم يا حنف مش يعني ما عم يمشوا بسياسه الرئيس عم الحريري بحكي انا المتبقى. من بعد اليوم تغيرت والتيار المعطيات. الوطني الحر في مجلدات يعني عن الخلافات الموجوده حول بعض الامور، يعني مع حزب الله ومع حركه امل. اليوم المجلدات ليه لا ما تنفع، بنشوفهم اليوم هودي؟ عمل التيار الوطني الابراء المستحيل وراح تحالف مع تيار المستقبل. اليوم بالسياسه وان كان في شو عندنا فن خصها بهاي؟ الممكن بس راح وغيره، بس في لحظه، عندنا اليوم في خلينا نحكي بس بواقع. نحكي بس راح ولما انعمل اول موازنه من 10 سنوات اصر على ادخال موضوع الابراء المستحيل ضمن القانون، ضمن قانون الموازنه. ليه ما بدنا نشوفها؟ ايه وين دخل ايه وغفينا دخل؟ بالسياسه وما ما مش مش دخل انه يجب منح انه ما ينحط قطع الحساب. طب اذا في خطوط حمر حتى المفتي شو بيعمل التيار لا الوطني ما الحر؟ بفتكر ما بفتكر يعني قضيه مفتي يعني هون ليه موضوع، لحظه، موضوع قطع الحساب يلي هو الكور الجوهر تبع الابراء المستحيل مش هيك؟ صارت والتحقيقات اللي الفكره بدها تصير الى اخره، مين وقفها؟ مش الخطوط الحمر؟ مش خطوط حمر برايي، لو في بس يكون عندك قضاء ويكون عندك مؤسسات قويه ما في شيء خطوط حمر قدامه. وثاني شيء لانه بس اللي هي ما اثبتت انه في بالسياسه تم تحويل هذا الملف لاستهداف رئيس السنيورة فقط، بطل موضوع مؤسساتي وبطل موضوع كشف فعلا هال 11 مليار وين راحت وين ما هو كل صرفت. موضوع بده طيب ينطرح، بده ينقال وكمان استهداف لفلان لا وفلان ما هو انحط وكانه الرئيس السنيورة وحده اللي استلمه. طيب ما هذا رئيس السنيورة كان رئيس حكومه في معه وزراء موجودين طيله هالمرحله بوقتها، كان في مجلس نيابي، المجلس النيابي بوقتها كانش عم يعمل موازنات، فاذا هاي المنظومه كلها بتتحمل مسؤوليه هال 11 صح. مليار، طيب اليوم انا بدي اروح على محاسبه بدي اجي افتحها على الكل، مش بدي اقول بس مين رئيس قال، مين السنيوره قال انه بس اخذ الرئيس 11 السنيوره؟ مليار هي بالاعلام اخذت انه بالتصويت الرئيس السياسي. السنيوره. ما اليوم تحولت اليوم بس كل هو اذا الملف، بتراجع خطابات الجميع بحطها بيطلع الاستهداف لرئيس السنيوره، ما عم بري السنيوره او ما عم بدافع عنه، بس عم بقول انا بالمنطق السنيوره مش اخذ 11 مليار صرفهم ضمن يعني ضمن حكومه، في وزراء صرفوهم، في مجلس نيابي موجود اكثر مجلس نيابي موجود، طيب كان عم بيعطي شرعنه لل 11 مليار. طيب هون انا بتطلع القطع الحساب بهذا الشكل. الابراء طيب مستحيل مش بس عن ال 11 مليار، عم بعطي نعم. نموذج من الطريقه اللي عم بيصير فيها تعاطي بالملفات يلي يفترض فيها شبهات فساد او غيره، ما عم بتكون بمقاربه مؤسساتيه. حتى الرئيس يعني مدير عام وزاره الماليه بفني بقى طلع فصله شرحوا، ما تبينش انه بوزاره الماليه في عمليه اختلاس لجزء من 11 مليار، هل انصرفت بشكل صح بمؤتمر او غير اعلامي صح؟ مالي شهير ما بين انه في اختلاس، ما حكي انه في وثائق كانت مخبيه ورا انا عم بحكي الحيطان عن اللي حكيه وهدينا الحيطان. هو مدير عام بصوته الماليه، وصورته هو مدير عام الماليه الان بفنيه طلع فصلهم
مؤتمر صحفي، هو كان على خصومه مع رئيس صح. السنيوره. طب انا ايه شو قال؟ بس هو مش قال انه في وثائق كانت مخبايه ورا الحيطان وهدينا الحائط طب ايه ومهريه؟ هيدي لما نحكي عن انه بس مين خلصنا عدد اوكي مين الحسابات. مخبيها؟ ما هيدا شوفوا مين مين مخبي. كان وزير ما الماليه؟ انا وياك. وزير الماليه اخذها خبيها، يعني انه في كمان في موظفين وزارات متداخله طب ببعضها، مين في مسؤول عنهم؟ بكل وزاره في عندك تيارات حسب سياسيه دستور الطائف مليون، الرئيس في عندك التسلسل قضاء. للاداره بالوزاره اذا هو في الوزير هو الوزير مسؤول، ما بقول لا مسؤول معنوي ولكن اداريا غير. لا لا هو الرئيس مسؤول. بس الاداري. اليوم اذا في عمليه فساد باي وزاره، اي وزاره اليوم بس نحكي عن انه فساد موجود بوزاره الطاقه، طب اوكي في حديث على هذا الموضوع، ولكن ما فيش عم يقول فلان هو المسؤول او هذا الوزير هو اللي اخذ المصريات، عم بيحكوا عن 50 مليار مدري يعني هي سبب الهدر بالطاقه. طيب انا اليوم اذا بدي اجي انا طيب بس انا اول شيء بري وحط التهم مطرحها بقصه الابراء المستحيل، لانه كنا فتنا من هونيك نحن على لانه اليوم اللي بيدفع حالف مع السلاح بصير الاقوى وبيمنع عنه محاكمات القضاء، يعني حزب يعني التيار الوطني الحر او تيار المستقبل او اي حزب عليه ملفات معينه بيتحالف مع السلاح او بيعمل تسويه مع السلاح مين زي حجره بالملفات القضائيه. الملفات بس القضائيه لحظه بموضوع الابراء المستحيل، يعني ما فهمت شو يعني تيار المستقبل تحالف مع حزب الله ليحمي حاله من ملاحقه قضائيه؟ عم بحكي في اول شيء شيء ما فهمته. بالتسويات السياسيه باي تسويه سياسيه اليوم وقت اللي صار في عندنا يعني تسويه سياسيه بين تيار الوطن الحر وتيار المستقبل نسينا الابراء المستحيل وصار. بس ما انا طيب عم اقول لك النتيجه هالتسويه تيار تسويه اذا في نسينا لانه طب نحن لما جينا تذكر لحالك شو بتنفعني انا كيف؟ لا مش لحالك ليش؟ اليوم انت جزء من ابراهيم القرار كنعان وكل العالم رئيس لجنه المال والموازنه. بس انا ما في 1000 مؤتمر صحفي بيطلعوا بيقولوا بدني ما كان في موازنات من 2005 وين الضغط؟ انا ل 2017 انعملت اول موازنه من بعد التسويه وكان في اصرار انه ينحط بقلب قانون الموازنه انه في موضوع الحسابات وفيه 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 وانه هيدا لازم ينعمله. هيدا كله في قضاء، انا ما بيطلع بصرح بالعلم وهلا عم نحكي شو بينفع. طب مين القاضي؟ اليوم بدي انا اعمل اصلاح قضائي. ما انا ما فهمت القضاء ليش ما تحرك؟ ما هلا عم بقوله القضاء أوكي. الفاسد والقضاء المشلول. نعم في عنا بمعزل اذا في عنا قضاة جيدين وقضاة نزيهين، في عنا منظومة قضائية بحاجة لإصلاح ويكون في عنا استقلالية قضاء. عم يمنعها؟ طبيعة تركيب هالنظام، هالنظام كله سوا. اليوم انا بجي بتطلع في تشكيلات قضائيه موجوده وين؟ موقفه عند رئيس الجمهوريه. طيب ليش موقفه؟ في اسباب ليش موقفه؟ في كثير اسباب. شو الاسباب؟ عمل كتاب طويل عريض رئيس الجمهوريه طيب. وحط الاسباب انا واحد اثنين ثلاثه. انا بتحدى انه يكون في حدا قرا الاسباب. هل الاسباب حاطين شيء على تشكيلات قضائيه؟ بغض النظر طيب اليوم بس بعدين حقه يوقفها اذا فيها مشكله. هل بالشكل اللي نحن موجودين فيه افضل؟ اليوم في عندي حقه انه يوقفها. حقه يوقفها ما ولا لا؟ شو في صلاحيات حقه الدستور معطى له بهالموضوع؟ ما بقول لا. لا بس انه اليوم اذا عنده انا صلاحيات طيب رئيس الجمهوريه شو البديل؟ وكل ما بده يستعمل وحده بدها تقيم لقيامه واعتبارات وقصص، الا شو الصلاحيات؟ الغوه خلص. لا الصلاحيات مش بهدف بصير بيعلق اوسمه بس. الهدف من الصلاحيات هي الحل. اليوم اوقف الموضوع يفترض يكون في رئاسه الجمهوريه تتابع وين صارت التشكيلات الجديده، حط ملاحظاته انه هيدي هي الملاحظات اللي عليها، خلي يكون في ضغط على القضاء ينتج تشكيلات قضائيه جديده، مش معناتها خلص بنضب بنحط على جنب وبلا وخلينا على الوضع السائد من قبل. طب ما هذا الوضع شاذ ما في يستمر فيه، انا لازم اعالجه، وانا اذا رئيس جمهوريه لازم اسعى وطالب بمعالجته، اذا عندي ملاحظات معينه. بس شو بنبني تنقول انه ما عم يسعى ويطالب يعني؟ طب اليوم عم شو انا بالنسبه لي كمواطن شفت لانه في اشكاليات تشكيلات اساسيه اوردها بكتابه ما رح نفوت بتفاصيلها هلا، بس انه فينا نفوت يعني ما لم تحل. طيب بس انه انا لا اذا بدي اعمل كلها بموضوع موضوع القاضي غادة عون يعني وروج جو معين، بينما الحقيقه هي بمكان لا اخر. هي مكان اخر ما عنده مشكله كان بي بي هي بتشكيل القاضي يعني غادة عون صريحين. بس في مشكله هي في مشكله اعتداء النائب هادي حباش عليها لم تحل ومجلس القضاء الاعلى بده يمرر الامور هيك يعني. الاشكاليه اليوم من عند القاضي غادة عون او غيره مش على مستوى ما هي هيك بالاعلام عم تختصر ليش بتطلع بالاعلام؟ بدي اطلع انا انه في قضاء ما عم بيقوم بواجبه مثل ما لازم بكل المطارح، في عندنا خلل بهذه المنظومه بدها معالجه. هلا طيب ليش لما رئيس الجمهوريه اليوم اذا كان في عندنا 18 19 20 ملف احاله على القضاء ولا واحد بيتحرك؟ لانه القضاء مشلول. ما هي المشكله هي بتنحل بالتشكيلات القضائيه جزء منها نعم الانتقائيه يلي اصلا يعني انا تذكرت شغله هلا الاستاذ نزار صغيه من المفكره القانونيه اللي هو يعتبر مجتمع مدني، اول حدا قبل رئيس الجمهوريه هو طلع وانتقد التشكيلات القضائيه. التشكيلات القضائيه بشكل اللي طرحت فيه لا تعبر عن طموحنا صح اوكي، لا تعبر شيء بنتيجه بموضوعيه عم شيل قاضي من هون وحطه من هون وراعي فئات سياسيه ورجع جيبه من هون وحطه من هون، هيدي اخطاء قانونيه وبالمعايير وبكل شيء. مش هيدي النقطه مش هي الحل، ولكن انا اذا بتطلع التشكيلات اللي صدرت افضل اقلهم الواقع الحالي.
هيدي وحده. ثاني شيء دائما مضطرين ننقي بين السيء والأسوأ، ليش ما بننقي بين المنيح والعاطل؟ فخلي هذا اللي بدنا اياه نوصل له، كيف ما نقدر نوصل للمنيح؟ ما اذا عاطل وقف الرئيس بتلوم الرئيس ليه؟ طيب وقف الرئيس شو البديل؟ وقفنا هلا نحن وقفنا بمطرح. طيب كيف ما بده يصححها؟ بده يكون في حس على هذا الموضوع، بده يكون في حس ودفع على هذا الموضوع، بده يكون في مطالبات. اليوم الرئيس عنده كتله من 26 نائب. طيب شو نعمل مشروع لتغيير، ينعمل تغيير الوضع القضائي؟ في مشاريع كثيره ولكن ينطرح بشكل جدي. في بالحكومات المتعاقبه الرئيس عنده اقله ثلث هالحكومات. فيني طيب اسالك سؤال؟ اليوم يعني مش عم تحكي فريق ضعيف، يعني مش عم نيجي نقول نحن حزب الكذاب اللي اعترض. ميشيل عون وقت كان رئيس تكتل ما قدم قانون بسنه 2013، قانون تاسيس محكمه للنظر بالجرائم المرتكبه على المال العام. من 2013 ل 2020 صار قاطع 7 سنين، هذا القانون بعد ما نحط على جدول اعمال الهيئه العامه. طيب للتصويت او للدرس ليش التسويق؟ ليش بس يكون في تسويات سياسيه بين الفرقاء ما بيشملها هذه الامور؟ يعني بس يكون في تسويه بين التيار وحركه امل، بدا يصير انه هذا الموضوع بده ينطرح. يعني تكون هذه القوانين القضائيه الاساسيه مش مجرد طروحات او مشاريع، تكون جزء اقل يكون جزء من التسويات. هل انحكى وقت نعمل تسويات او مصالحات بين التيار وحركه امل او غير فرقاء، هل انطرحت هالمشاريع انه يا جماعه عندنا احنا مقدمين هود القوانين وانتم واقفه نتيجه انتم لاسباب سياسيه ما ممكن تطرحوها على المجلس النيابي؟ طب بينطرح هالامور. انا ما بدي كفي انه انا يعني ما بدي نقدم بين كل اللبنانيين في اليوم اللبنانيين التيار الوطني الحر اليوم اللبنانيين بالانتقادات اللي بيوجهها للرئيس وحركه امل. اليوم اللبنانيين بيطلعوا بيقولوا ما في اوضح، البقوي كلهم بيسيروا. بيقولوا اللبنانيين اليوم التيار الوطني الحر ما هو جزء من اكثريه نيابيه، اذا لم يستطع يعني شو ممكن بعد اكثريه حول مواضيع استراتيجيه؟ هل برايك اي حزب سياسي مش اكثريه حول المويه ومين، ولا اكثريه حول الاصلاح، ولا اكثريه حول معمل داير اعمار، ولا اكثريه؟ فاذا هيدا بدها تحالفات جديده تجيب اكثريات. هيدي هاي الاولويات المواطنين مش غيرها. اذا بدك تمشي الكهرباء مع مين بتتحالف؟ استاذ جاد سمي لي حليف واحد. اليوم المواطن بهمه هذه الامور اكثر من امور ثانيه، اكثر من امور استراتيجيه وسياسيه هالقد كبيره. اليوم بهمه هاي الامور وهي الامور اللي بتعمل فرق. اليوم انا بس بدي اعمل تسوية سياسية أو تحالف سياسي بدي أعمله ضمن مشروع متكامل، من موضوع إحراج نوطير الإحراج لأكبر موضوع بالسياسي. هل الفرقاء السياسيين بس تحالف مع بعضهم ويجيبوا أكثر نيابية، ساعتها بيقدروا يطبقوا مشاريعهم ويمشوا المشاريع القوانين اللي طرحينها. أما إذا بنعمل مشاريع قوانين، طب اليوم أي حزب لحاله حيجي يجيب 64 نائب أو 65 نائب؟ ما نحن على طول بده يكون مجموعه احزاب. هل فين هيدي القوه القصوى؟ هيدي القوه القصوى اللي ممكن يوصل لاي حزب سياسي بلبنان مثل ما وصل له التيار، عنده 30 نايب 10 و11 وزير ورئيس جمهوريه. هيدا اقصر شيء. اذا هون ما قدرت عملت شيء وفرضت انت قوانينك ونفذت جزء من مشاريعك السياسيه، انت بتكون فشلت. هلا لا، في امور تنفذت وفي امور ما تنفذت. يلي تنفذ هو اللي قادر واحد ياخده بالثلاثين نايب وبالعشر وزراء وبالرئيس الجمهوري واللي بدك اياه، واللي ما تنفذ هو اللي بده تعاون مع افريقيا اخرين هن اللي انا هلا عم بقول. اللي عم بقوله انه مثل ما تفضل فيه صحيفه اكثريه نيابيه، ولكن انا اللي هلا التيار اليوم مع الدوله المدنيه وقانون موحد للاعمال الشخصيه. برجع لك هيك كلمه، انا هلا مهم كثير احكي عن هالموضوع، بس قبل اليوم في عنا التعرق الواضح هو من حلفاء الرئيس وحلفاء التيار الوطني الحر. ما تعرقلوا لا تيار المستقبل عرقلهم، ولا القوات اللبنانيه، ولا الكتائب، ولا حدا. اللي عرقل العرق الاساسي هو الحلفاء. اليوم انت بتحالفك مع حركه امل في شبهات فساد كثير حواليها، انت ضربت مصداقيتك بمحاربه الفساد. انت بتحالفك مع حزب الله ضربت انه انت حريص على السياده وعلى استقلال لبنان. يعني في هيدا التحالفين الكبار الاساسيين اللي انت جزء منه اليوم، انا ارى انه التيار غير منسجم فيهم، وهن اللي حطوا له هالقيود وهالضوابط ولا فشلوا. اوكي بس اليوم الرئيس اليوم الرئيس ما في ضل تحت قيود اتفاق مرخيل. اي طرف لبناني على الساحه اللبنانيه إذا بدك تحكي بالسيادة، تنحكي مع إنه بدنا ناخد بريك بعد دقيقتين بالموضوع السيادة. إذا تحالف تيار الوطني الحر مع تيار المستقبل رح يطلع مين يقول لك ولو ما تيار المستقبل تابع للسعودية، وتيار المستقبل هو اللي كان على أيام الوصاية السورية وخلق على أيام الوصاية السورية إلى آخره. الاشتراكي نفس الشيء،
مزبوط. القوات رح يقولوا لك 13 تشرين ومدري شو، واللي ضد القوات بالعقيده رح يقولوا اسرائيل وما اسرائيل. هلا كل طرف لبناني في عليه انه بهذا الموضوع السياسي، ونفس الشيء بالموضوع المالي والفساد، ونفس الشيء اخر شيء مع مين بتتحالف؟ اذا السنه عم ينتخبوا المستقبل والشيعه حزب الله والدروز الاشتراكي، واذا ما في ثوره وما في حراك وما في شيء، مع مين بتتعاون؟ شو بتعمل؟ يعني هيدي اشكاليه بدنا نشرحها. هيدي يعني هاي الاشكاليه اللي عم تحكي عنها اليوم، انا مش برايك انه والله تيار المستقبل هو تابع للسعوديه، بالعكس ما في خلافات. انا ما قلت هيك، انا عم بقول اللي اليوم تيار المستقبل بيقولوا هلا في واحد يقول بس ما بدي امشي بواقعيه الامور، لا تيار المستقبل مش هالقد يعني، وحتى السعوديه مش عطيته هالغطاء. القوات اللبنانيه ما انها تابعه لاي جهه اقليميه، تيار الوطن الحر ما انها تابعه لجهه اقليميه، الكتائب كذلك الامر ما انه تابع في حركه امل ما انها تابعه لايران بموضوع السيادة، حزب الله تابع لإيران، سلاحه سلاح إيراني، مشروعه عنده مشروع سياسي وإيديولوجي كبير، هذا أنا بدي انتبه له. أنا ما في ساوم، أنا لا شو أنا الصداقات شيء اللي تيار المستقبل بمحل معين، مين براعي تياخذ قراره؟ بيجي رئيس الحريري رئيس حكومة أو ما بيجي؟ في قاطع او بفل اليوم أو اليوم اذا بنطلع على المظله يعني. على المظله الكبيره من برا، بنتيجه لبنان منه عايش بغابه، بيتاثر بقوى موجوده اقليميه او دوليه قويه على وجودها بهالمنطقه او تاثيرها، ولكن هذا ما بيعني انه هالقوى السياسيه هي تضع هالقوى يعني القوى الاجنبيه اولا، لا هي بتجرب تلاقي تقاطعات تستفيد منها على المستوى الداخلي، وهذا هو العمل السياسي الصحيح. يعني اليوم اذا في قوه حتى ايران اذا دوله اقليميه قويه وفي تقاطعات معينه بيستفيد منها لصالح لبنان، ليش لا؟ بس مش انا بتحول كفريق سياسي بالداخل انا جزء من هذه المنظومه. طيب ما اليوم حزب الله بمشاركته الاقليميه لغى الحدود بين لبنان وسوريا، تهريب بديش احكي عن تهريب، انا عم بحكي عن حزب الله بمفاهيمه وادبياته السياسيه، بيعتبر لبنان ميدان بالميادين، بيعتبر لبنان ميدان ما في 60 طرف بلبنان لغوا الحدود وبلشوا يطلعوا وينزلوا قبل ما يتدخل حزب الله بسوريا، لا هي ما بدنا نشوفها. لا اليوم اذا الناس الحين كيف فكروا لما التغت الحدود وقتها؟ لحظه لا بس نفصلهم، اول شيء اذا في اطراف شاركت في لبنان مش طرف سياسي رح تدخل بسوريا، في عنا على المستوى الفردي ناس تحمسوا مع الثوره او كذا وفاتوا شاركوا، وهودي يفترض القضاء اللبناني. على المستوى الفردي مش يعني في صار في طبعا عامل بيان يعني عن روحه شاركوا شو تشتغل مصاب عنده ميليشيا بيبعتها بتقاتل وبتيجي وبتاخذ دعم وسلاح، مش مزبوط، في افراد تحمسوا وايدوا جو الثوره السوريه وراحوا شاركوا في جو متطرف نائب عقاب صقر وقتها. في اخبار كثير طلعت بس اليوم بدناش نظلم الاخرين، عم نحكي بواقعيه. لا بس بواقعيه اليوم تيار المستقبل، اليوم تيار المستقبل ما هي ما عندوش ميليشيا، ما بينت القصه ب 7 ايار 2008 ما فاتوا عليه، حاصروا الرئيس الحريري وليد جملاط بقلب بيوتهم بيروت، وين هالميليشيات اللي بنسمع عنها وبنحكي عنها؟ اليوم بالحقيقه لا، في جهه وحيده في لبنان عندها جيش منظم مدرب عنده كل الاسلحه اللازمه بيتدخل بالاقليم، هدول تدخلات فرديه. اليوم اذا هلا اذا انت اعتبرت انه فلان راح شارك بالحرب السوريه لجهه سياسيه فيك تجي تحاكمه وتحطه بالحبس، ما في كثير بالحبوسه لانه بس موجودين. انا علقت على كلمه الغاء الحدود، عم اقول لك ما هي الحدود في كتار لغيوها، اللي فوت النازحين لغي الحدود. تخيل النازحين، تخيل النازحين، تخيل النازحين، بس كمل الجمله بس تناخذ طيب. بريك تاخر لا كمل اذا الجمله. ادخال النازحين السوريين على لبنان هو اتى بقرار حكومي وفق المعايير الدوليه، نتيجه الدول بوضع حروب مضطره تستقبل النازحين. شغله ثانيه، وان كان في خطا بالحكومه بالاليه والمقاربه بادخالهم ودمجهم بالمجتمع اللبناني، ما نعمل مخيمات او مناطق معينه مثل ما نعمل بهتاي مثلا، خلينا البلد لانه بدنا نناقش فيه. مشاهدينا فاصل ونرجع لحوار اليوم مع زميلنا توني بولس. عودة إلى حوار اليوم مع ضيفنا الزميل الصحافي توني بولوس، أهلا وسهلا فيك من جديد. فيك. قبل البريك كنا عم نحكي عن موضوع النازحين، كنت عم تقلي أنه في قرار حكومي خاطئ أو مش خاطئ، مقاربة خاطئة بموضوع النازحين بال 2010 بال 2011، هذه كانت مقاربة خاطئة وقت اتخذتها الحكومة. إنه اليوم النازحين من واجب الدولة أن تستضيف أي نازح معرض للخطر بدولة تانية، وخاصة إذا كانت حدودية مثل ما صار بتركيا، مثل ما صار مع العراق جزئيا أو الأردن أو غيره. اليوم بطبيعة الحال في حرب بسوريا بهذا الشكل راح يكون في نزوح باتجاه لبنان، ولكن الدولة اللبنانية ما أخذت قرار نظمت هذا النزوح بشكل جيد.
مثلا بتركيا عمل مخيمات على الحدود باقليم هتاي وغيرها، وصار معروف النازح وين موجود ومن هو النازح وغيره. اليوم اندمج بلبنان الحابل بالنابل، لا معروف في مخيمات ولا معروف خارج مخيمات، صار في مخيمات على اراضي عامه بمطارح تشكل خطر على السلام العام، على سلامتهم اولا وعلى سلام مثلا بمجاري الانهار وغيرها وغيرها. بطل في عنا احصائيه واضحه، شيء بيقول لك وصلوا لمليون ونص، شيء بيقول لك ب900 ألف، يعني تداخل كل بالكل. طيب في ناس حين سوريين وفي عاملين سوريين ومقيمين سوريين، طيب مين بيعرف هذا مقيم او هذا مش مقيم؟ يعني دخل تداخلت كلها ببعضها. هذا الشيء مقاربة خاطئة كانت بالحكومة، أدت لا ما وصلنا إليه من فوضى بموضوع النزوح. هذا الملف الإنساني تحول ملف إنساني لملف سياسي، يعني دورنا كلبنانيين ان نستضيف اللاجئين واي لاجئ لهيدي، يعني نراعي القوانين الدوليه والقوانين الانسانيه بالنتيجه، ولكن المقاربه كانت خاطئه، ظلمنا النازحين وظلمنا انفسنا، لا النازح عاش عيشه كريمه بالمكان المتواجد فيه ولا اللبناني قدر استقر، وهذا الشيء سبب توتر امني بعض المطارح، اشتباكات محدوده واشكاليات محدوده بين بالمناطق بين النازحين السوريين واللبنانيين، وحتى اليوم مين في يقول انه هذا الشيء ما بيؤدي لعدم استقرار امني او استخدام البعض ب يعني بتنظيمات او باسباب امنيه، يعني باوضاع امنيه داخليه مثل ما صار بطرابلس او غيره. هيدي المقاربه خطا اتخذتها الحكومه، وهون يمكن كانت اوضح تيار الوطن الحر وقتها كان عنده موقف، وكان يمكن موقفه هو الاصوب انه تتنظم عمليه النزوح بمخيمات واضحة المعالم والدولة تشرف عليها وما تكون يعني قضية ابتزاز. اليوم في آراء، في ناس صارت تأجر أراضي معينة لتيجي يتم إنشاء مخيم عليها ويستفيد صاحبها. بس اليوم طالما فتحنا موضوع النازحين السوريين، ليش يعني كل الأوراق اللي تطرح والمشاريع والخطط وإلى آخره الدولية والمحلية، يعني موضوع النزوح مش عم بيكون في له أولوية، كأنه هيك محطوط على جنب، يعني صراحة ما بنسمع فيه إلا لما يجي أحد المسؤولين الدوليين على قصر بعبدة والرئيس عون يفتح له موضوع النزوح، غير هيك وين عم نسمع بالموضوع؟ لأنه مرتبط بالحل السوري الداخلي. اليوم النظام السوري بمكان ما وفي مريح تمنى الوضع، نظلم الرئيس حسان دياب لأن حكومته أقرت موافقة مبدئية على ورقة النزوح، ما بنعرف هلا بس الحكومة الجديدة إذا رح تلتزم اليوم فيها. الموضوع النزوح هو ملف إقليمي كبير، يعني الدولة اللبنانية تتعاطى معه بهذا السياق. الملف خاضع لتسوية السورية الداخلية. النظام السوري بيعتبر انه معظم اللي عايشين بمخيمات خارج سوريا هن معارضين له، وبالتالي بقائهم بالخارج بريحوا. ثاني شيء، في عنا بسوريا شهدت تغيير ديموغرافي مقصود، يعني تهجير ببعض المناطق عن سابق اصرار وتصميم لاهداف تغيير بالديموغرافيا، مثل ما صار على بمنطقه القصير الحدوديه مع لبنان، بالقلمون، بغير المطارح، بالزبداني اللي صار فيه تبادل ضمن المدن الاربعه، تبادل ترانسفير سكاني من منطقه لاخرى. هذا كله حتى على الناس هني وبرا. اليوم انا كدوله لبنانيه كيف بدي اعالج؟ كيف بدي اقارب هالامور؟ اليوم ما في يقول له للنازح السوري اللي هو من القصير تفضل رجع على القصير او على القلمون. طيب ما هي المناطق تحت احتلال حزب الله، ما في يجي يقول له والله بدون ما اطالب انا اولا بخروج حزب الله. وجه لهم سيد حسن دعوه علنيه وبيجوا تحت سلطته. اليوم انا ليش بدي اكون تحت سلطه حزب الله؟ يعني انا كسوري مهجر من القصير، هيدي منطقة يفترض في دولة سورية موجودة فيها، مش حزب الله ولا ميليشيا تانية ولا أي ميليشيا تانية. طيب هذا النازح عنده توجس، هرب من هناك لأنه بيعتبر أنه النظام حاليا قد ينتقم منه لأنه معارض. ثاني شيء، في قوة موجودة هي هجرته بالأساس وبعده عنده توجس منها. اليوم أنا كدولة لبنانية لازم طالب انسحاب كل الميليشيات اللبنانية الموجودة بسوريا، وارجع من بعدها حط خارطة طريق لعودة اللاجئين السوريين بالتفاهم ضمن مع الامم المتحده وضمن المنظومه الدوليه. اللي عم تتفضل فيه عن قصه انه التخوف من التعرض لاضطهاد بالمناطق الامنه، ما في ولا وثيقه دوليه ولا منظمه ولا شيء جابت سيره انه اي نازح عاد تعرض لاعتداء. في كثير تقارير وين انه تشير الى موجودين، لانه انا بتابع بالاعلام جهات وبسمع رئيس الجمهورية العماد عون بيضل يقول امام يعني من بعد لقائه بمسؤولين دوليين في تقارير لاكثر من منظمه دوليه اشارت مثلا الى مقتل 20 شخص عادوا على الزبداني. لا بدنا المنظمات تبع الامم المتحده، يعني منظمات دوليه، يعني منظمات معروفه يعني دوليه، مش انه عم نحكي عن تقارير قليله. لا في موضوع، لان انا اللي بعرفه انه ما في. لا في وتلقائيا، انت طالما انت في حزب موجود هو يفترض قوة احتلال بهالمنطقة ما فيك ترجع. يعني اليوم تنقول نحن كان بلبنان في احتلال إسرائيلي بالجنوب،
طب كان في ناس ساكنين بالجنوب، في ناس تبعت بنيان فين شو على الجنوب لو في احتلال، طب هذا ما فيك تجي تقول له لا بدك تروح لهنيك، يعني بمكان ما انت طالما في عندك سلطة احتلال وغير وسلطة غير بس رسمية. عندي هون سؤال هيك على الهامش، انه هلا يعني النازح السوري الموجود بلبنان يلي انت عم تقول انه خاضع كله لسيطرة حزب الله مرتاح وبده يرجع على سوريا بخاف لانه هناك في حزب الله، ما في حزب الله بلبنان اكثر ما في لا بسوريا. لانه اليوم هناك التغيير اللي صار تغيير ديموغرافي، الهدف منه انتقال الناجحين لانه التسويه اللي بدهم اياها لاحقا انه ينتقلوا هودي اللاجئين اللي من لبنان على منطقه ثالثه بسوريا يلي هي باديه الشام لحتى يحافظوا على التغيير الديموغرافي اللي حققوه بالحرب السوريه، وتحديدا بهالمناطق اللي عم نحكي عنها لانه بتشكل امتداد للبقاع، القلمون والقصير وصولا لريف حمص، هذه المنطقه تم تغيير ديموغرافيتها. اليوم اذا عملت كل هالشيء بالحرب انت ترجع ترد السكان لها؟ لا مش مطلوب ردهم لهنيك، مطلوب ردهم على منطقه بباديه الشام بالقرب من تدمر وغيره ويسموها لاحقا منطقه امنه ويقعدوا فيها. هذا النازح عم بيقول لك انا بدي ارجع على بيتي، بديش على منطقه ثالثه طيب ولا وبين رابعه. كل هالامور لبنان شو ذنبه؟ لبنان شو ذنبه؟ لازم يعمل هالمقاربه، اولا يطرح موضوع عوده حزب الله من سوريا ويطرح عودة اللاجئين من خلال الأمم المتحدة، إنه هذا اللاجئين يرجعوا على مناطقهم وتكون في الأمم المتحدة مشرفة على عودتهم بشكل آمن، لأنه نحن كلبنان ما في يتحمل قدام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يعيد قسرا لاجئين يتعرضوا إما للسجن ما إما حدا عم للاضطهاد يحكي إما بالعودة للقتل. قسريا. فمشان هيك اليوم أنت كلبنان بدك تحصن حالك من خلال الأمم المتحدة، وبالوقت ذاته أنت بدك تفرض سيادة الدولة اللبنانية إنه نحن هالاحزاب اللي كانت مشاركه تراجعت وانسحبت من هالمناطق، وبالتالي ما في مبرر تقول انه هالاحزاب احتلت لنا ارضنا او بيوتنا او غيره. فهذا موضوع انساني وموضوع سياسي. يعني الوزير باسيل هلا يعني تذكرت شغله انه باحدى خطاباته الاخيره حكي انه حزب الله بلش يرجع من سوريا ونحن لازم نشجعه ايه طبعا ونأيده طبعا هيدي بهذا نقطة الموضوع. سليمة وهذا اللي لازم يصير وتكون ضمن الخطة، يعني خطة متكاملة نشجع عودة حزب الله من سوريا، لأنه إذا كان التبرير الذهاب لهنيك هو حماية المراكز الدينية تمت حمايتها وخلص الخطر الموجود عنا، إذا موضوع دحر الإرهابيين والتكفيريين على الحدود اللبنانية تم دحرهم، فما بقى في أي مبرر تكون موجودين لأبد الأبدين. اليوم مطلوب تسوية منصفة لا اللبنانيين ولا السوريين. تنرجع محل ما بلشنا بموضوع الحكومة، بس هالمرة ربطا بالانتخابات الأمريكية. يعني بتعرف بلبنان ببلشوا يحطوا مواعيد إنه قبل أول تشرين وبعد تاني تشرين وبعد كذا، هلأ الموعد الجديد هو إنه قبل أو بعد الانتخابات الأمريكية. طب مين ما ربح بأمريكا شو تأثيره على ملف تشكيل الحكومة؟ تنفترض إنه نحن جينا على ثلاثة وربح يا بايدن يا ترامب، بكل حالة شو بيأثر هذا الموضوع؟ برأيي أنا دائما نحط نحن كلبنانيين بنبحث عن مفاصل وإن كانت وهمية بنحاول نظهرها ونصورها وأكتريتها وكأنها بتكون وهمية لأنه وهمية، لأنه بنحط هاي المفاصل وكأنه من بعدها غير قبلها وغيره. اليوم بأمريكا بنعرف إنه في مؤسسات حاكمة بعكس الدول، مش أشخاص إنه تأثير، ولكن في مؤسسات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندها استراتيجية سمتها استراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن ينفذ هذه الاستراتيجية هي مؤسسات الدولة الأمريكية، وبالتالي راح ترامب أو بقي ترامب ما لن يغير بهذا الأمر. في فرق وحيد إنه اليوم إذا إجا بايدن بطرح ترامب يمكن لحتى يرجع يفعل وينشط هذا الموضوع بياخذ وقت أكثر أو أقل. الشخص ممكن يكون بالإدارة الأمريكية تفعيل ملف والضغط فيه أكثر. اليوم نعرف أن السياسة الأمريكية بوجود دونالد ترامب هي سياسة حادة ودائما ضاغط، اوكي بس انا قصدي انه شو مين ما ربح بتغير ال 20 الاسلوب. كانون الثاني رح يضل هلا لا لا اداره ترامب ولا اليوم الاحصائيات ما وحتى بعرف شو عم وحتى تقول، وحتى يعني ليش نحن في ما شيء نرغب تغير؟ حالنا اليوم نحن عم نشكل حكومه؟ ليش ما بنشكلها وفق يعني ترك اهم يعني اولوياتنا الداخليه؟ نحن شو قلنا عليها اذا ربح ترامب ولا بايدن؟ بنتيجة دولة الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة للبنان، على الحكومة بغض النظر من الرئيس الأمريكي أن تعزز صداقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أمريكا اليوم عم تعطينا مساعدات للجيش اللبناني، هي دولة عظمى في العالم، دولة مؤثرة، ونحن وهي كاستقرارنا راعي الداخلي للمفاوضات بجنوب. راعي للمفاوضات بجنوب، وهي دولة مؤثرة بالعالم، دولة كبرى قادرة تدعم لبنان بالمحافل الدولية. بيناسبنا نكون نحن دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية مثل دولة صديقة لفرنسا ولا أوروبا ولا الدول العربية. هذا نحن الدور
اللي لازم نلعبه. نحن بلبنان منا دولة كبرى عسكريا ومنا نحتل ومنا نشارك بالحروب، نحن دولة اقتصادنا مبني على على السلام بالشرق الأوسط، نحن مش دولة سياحية، المردود الاقتصاد الأول بالسياحة، بدنا استقرار، بدنا نكون علاقات جيدة مع جميع الدول المحيطة والبعيدة تنستقطب سواح، ونحن دولة مصدرة للأدمغة للأسف، عندنا مهاجرين لبنانيين بكل دول العالم، وعندنا مستفيدين لبنانيين يعملون بكثير من دول العالم بالخليج وغيره، فإذا عم بدأمن لهم البيئة المناسبة حتى ما يتعرضوا أيضا هؤلاء لأي اضطهاد من أي نوع. فهيدا هو الاستقرار الداخلي لبنان، هذا المطلوب من لبنان. لبنان اذا نرجع نمشي وفق اجنده كركي وفق الحياد اللي تحدث عنه بغفطة البطرك، بفتكر هذا هو بيخدنا على دار الامان. علينا ان نطرح اليوم كمان لو يخلص الوقت، اللامركزيه الاداريه الموسعه. اللامركزية عم نسمع عنها موجودة بأدراج المجلس النيابي وموجودة من سنوات، وهي أصلا بنص اليوم الطائف، وهي استكمال، يعني مش مفروض يكون في خلاف حولها، بس للأسف في خلاف، استكمال لتطبيق الطائف. طيب ليش نحن ما طبقناها؟ طيب هيدا تطبيق اتفاق الطائف لا يحمي ويطمئن جميع المكونات مجتمع؟ نحن اليوم طبقت هاللامركزية ما نجي نقول نشعر باستقرار أكثر؟ إذا جينا طبقنا مجلس طبق ما هالقانون الموجود ليش لا يقرر أو يتعدى؟ هذا دستور صار، حتى صار دستور، لانه الاتفاق الطائف هلا هي موضوع المركزيه بنص اتفاق الطائف ما انه مدرج بمتن الدستور، يعني بعد هو بالنتيجه الوطني بالنتيجه هو بس انه في قانون اليوم تطبيقا للطائف، في قانون، لانه ليش واقف؟ لانه بدناش دوله، لانه القوى السياسيه ما بدها دوله، بدها تضل عباره عن عشائر قائمه، كل وحده مسلطه على مواقع معينه بالسلطه، وبتضل ماشي حالها بهالطريقه، ما بدها تروح على تنظيم دوله. دوله مدنيه، اليوم نحكي كثير عن دوله مدنيه، طيب ما في، نحن ده احنا اصلا هلا دوله مدنيه ما دينيه، ولكن تطبيق الوضع انه نحن كل رجال الدين مسلمين الاحزاب ومسلمين السلطه، هون اللي نحن خلافنا الدوله المدنيه. الدوله المدنيه هي بالممارسه مش بالقانون، قوانيننا مدنيه بس الاحوال الشخصيه، وهذا على امل نوصل ليوم الايام صيانه احوال شخصيه، قانون احوال شخصيه موحد، صير عندنا زواج المدني احد المداخل الاساسيه، بس انا بطبق من ابواب كبيره، بدي بلش بقانون للاحزاب. الاحزاب بلبنان بعدها ما يعني بعدنا قانون الاحزاب سنه 1909، يعني لك ملا تخلف بانشاء الاحزاب يلي هي السلطه الوسطيه بالمجتمع. بس بالاخر كمان توني، يعني انه اذا عملنا قانون للاحزاب وقلنا بدكم تكونوا 50% 50% او 70 30 او اللي هو، بتصير هيك بهالوضع مثلا؟ برجع بتقلي هلا بيعبر عن مجتمعه، بتقلي هلا انت دائما بتحكي حزب الله. طيب اليوم حزب الله الوحيد بلبنان مش عاطي علمه خبر للدوله اللبنانيه، كل الاحزاب في عندها قانون الجمعيات وعاطي علمه خبر للدوله، حزب الوحيد بلبنان حتى مش قاري الدوله ولا عاطيه اذن علمه خبر وانا موجود. يعني بالاحزاب في تجاوزات كبيره، اليوم ما في احكي عن دوله مدنيه وفي عند رجال الدين ممسكين بالسلطه، اليوم انا ما في طبق دوله مدنيه بس يحكي البطرك، بس يجي يقول شيء البطرك بقول له خي دوله مدنيه نحن، لا بس سيد حسن بيحكي، رجال الدين اخرين بيحكوا اللي بدهم اياه وبيطلعوا بيعلنوا حرب ومواقف وبيقرروا لنا مصيرنا، بس البطرك لا ولا نحن دوله مدنيه استهداف السياسه. بس مشروع الدوله المدنيه الجده هو فيه ست سبع مندرجات معروفين شو هن، قانون موحد للاحوال الشخصيه، نظام تربوي معين، يمكن كتاب التاريخ، ما بعرف، في كتير يعني قصص بتنعمل بتمهد لموضوع الدولة. عم توقف القصة وين؟ على القانون الموحد للأحوال الشخصية، لأن كل اللي بيقولوا دولة مدنية أصلاً عم بيقولوا مدني تما يقولوا علماني، لأنه عارفين في محاذير دينية معينة تحول دون قانون الموحد للأحوال الشخصية، وبتبقى شعار الدولة المدنية. مثل اللي بيحكوا نحن أنا محقوق كل النسوان إلا مرتي. إيه هاي نفس الشيء. هيدي نفس القصة. فالدولة المدنية يجب أن تطبق على الجميع بالتساوي، وبالعكس الدولة المدنية كتير جيدة، ولكن مش بس بطبقها أنا على جهة دينية وحدة، ما نطبقها على الجميع. وقت اللي بيصير الكل يلتزم فيها تلقائيا دور رجال الدين بخف المجتمع ومنروح على توافق. اليوم الأولوية بالنسبة لي تطبيق مندرجات الطائف، ولا سيما وأبرزها موضوع اللامركزية الإدارية لعدة أسباب. أول شيء لطمئنة المكونات اللبنانية ومننا الفريق المسيحي يلي اليوم عم بشوف أنه في تغير ديموغرافي كبير بلبنان، عم بشوف في أنه كل طائفة مرتبطة بدول إقليمية معينة عم تعطيها قوة وعم تعطيها دعم معين. المسيحيين صاروا ما عندنش هذا الغطاء الدول اللي الموجودين فيه. المسيحيين شايفين حالهم نحن ندفع ضريبة وبندفع، ومناطقنا بتأمن حوالي 70% من مدخول الدولة ولكن بنحصل على 12%. بنشوف انه في انماء بمختلف المناطق عبر صناديق، صندوق جنوب وصندوق ما بعرف وين وصندوق هناك، بتطلع بالمناطق المسيحية لا فيها طرقات مثل خلق، لا فيها بنى تحتية، لا فيها مدارس، لا فيها غيره وغيره. طيب هذا الشيء
هو نتيجة هذا النظام أو اعتبار الدستور وجهة نظر. خلينا نروح على اللامركزية الإدارية تطبق وتتفعل ويصير أقل عنا حد أدنى من الحصانة المالية والخدماتية والإنمائية ببعض المناطق، وخلي المناطق اللي بتضل عايشة بفوضى تتحمل مسؤولية فوضى عيشتها. يعني إذا بالبقاع ما بده يكون في دولة، ما بيكون في جيش، ما بدهم كذا، يتحملوا هن نتائج هذا الموضوع أو غير البقاع. ونحن عم نحكي المطلوب يكون في رعاية من قبل الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية اليوم وين موجودة؟ موجودة بالأقضية اللي للأسف معظمها مسيحية. عم نشوف بالبقاع عشائر بتقتل بعضها، بتقوس على بعضها، سلاح رايح سلاح جاي، تهريب فايت تهريب طالع، ما معروف شيء من شيء. في دولة بس في المناطق، مش معناتها عم ندعي انه احنا نعمل شبه مثلهم، لا، بدنا نقوي الدولة أكثر، هي حصانتنا، وما نطلب انه الدولة تكون موجودة بكل المناطق بلبنان، وهاللامركزية الإدارية بتضمن بتأمن هذه الضمانة والحصانة للمواطنين. بس مثل العادة المدخل دائما بيكون انه نحكي نحن بمساواة وبتجرد، ما تنطرح الأمور كتصويب سياسي على جهة واحدة. طبعا يعني طبعا نحكي انه بالبقاع بدنا نقول انه بطرابلس، ايه بطرابلس مظبوط، هذيك المرة بالابتهاج يعني حتى إذا بجوني صارت، إذا بضيعتي أنا صارت، يعني بضيعتك يعني لازم مشهد طرابلس المرة الماضية، يعني فعلا مشهد يعني بحزن انه تشوف طرابلس يلي هي افقر مدينة بالشرق الاوسط قاعدين ماسكين هالبواريد، عم بحطوا ماسكين هالسلاح الثقيل اللي باين كمان موجود، وعم بيقصوا فيه ابتهاجا وغيره. الابتهاج مش بهالطريقة، ما تعود على تغيير ثقافي. الدولة تكون موجودة وكل واحد اطلق رصاصة بنفوت على الحبس. تما في ناس املاكها تعرضت للخطر، تكسر ازازة، في ناس انجرحت، في ناس يمكن اكثر من حادث قتل. صح. طب هذا كله هذا مين بيدفع ثمنه؟ بتروح على الضحيه، راحت عليه انه والله هذا قرر يبتهج. فاذا هذا السلاح اليوم السلاح ما بفيدنا كلبنانيين. اليوم ولا مره كان السلاح هو الحل في لبنان. السلاح هو الثقل، والاحزاب ما بتتحرر الا ما تشيل هالمنظومات المسلحه اللي حواليها وتحتمي بالدوله. في عندنا جيش لبناني قدير وقادر ان يحمي لبنان، وعندنا مؤسسات هي نرجع نفعلها وهي ضمانتنا وما نبقى بلبنان. يعني ما في شيء بيخلينا حفزنا نبقى الا عوده الدوله، عوده الميليشيات. كلنا بدنا نقول ما بدنا لبنان بقى وبنقفل منه. شكرا لك زميل توني بولوس. شكرا، اهلا وسهلا فيك بالاو تي في، وبنلتقي اكيد بمرات لاحقه. اهلا وسهلا. شكرا فيك مشاهدينا، هون نوصل لختام حلقتنا اليوم بشكل استثنائي. خليكن دائما عبر الاو تي في، والى اللقاء.